بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أبنائي طلاب الصف الثالث الابتدائي من مدرسة أنجال الصفوة الابتدائية الأهلية. مرحبا بكم في درس جديد من كتاب العلوم. درسنا اليوم يا أبطال القوى. درسنا اليوم القوى. سنتعرف سويا عن تعريف القوى. ما هي القوى؟ ما القوى؟ طبعا الأجسام لا تتحرك من تلقاء نفسها، يعني عندي جسم ثابت لا يتحرك من تلقاء نفسه، بل يحتاج إلى شيء يحركه، وهذا هو تعريف القوى. يبقى تعريف القوة مؤثر يغير حالة الحركية للجسم، مؤثر يغير الحالة الحركية للجسم، وقد تكون هي قوة سحب أو قوة دفع. قوة سحب أو قوة دفع، ونستخدم قوة السحب أو الدفع في طوال الوقت لتحريك الأشياء. ما هو مثال؟ مثلا أسحب مقبض الباب عندما أفتح الباب، أسحب المقبض عندما أفتح، أو أدفع العربة فإني أؤثر فيهما بقوة تجعلهما يتحركان. وهناك ممكن أن تكون قوة كبيرة وقوة صغيرة، قوة كبيرة وقوة صغيرة. مثال قوة الرافعة التي تستعمل لرفع السيارات كبيرة، بينما القوة التي أستعملها لرفع ريشة صغيرة جدا، صغيرة جدا، لأن الريشة وزنها إيه؟ خفيف جدا. أما رفع السيارة هذه تحتاج إلى قوة إيه؟ كبيرة. يبقى هناك قد تكون القوة كبيرة وقد تكون إيه؟ صغيرة. مثال هذه الصورة، هذه صورة عربة، هناك ولد من الخلف يدفع العربة، اسمها الدفع، وهذه قوة يبذلها هذا الولد. والصورة الثانية صورة البطل الذي يمسك العربة من الأمام، وهي قوة سحب. يبقى الدفع والسحب هم يحركان العربة، الدفع والسحب يحركان العربة. طبعا نتعرف ثانيا على تغير الحركة. تغير الحركة، لو ركزنا في هذه الصورة يا أبطال، أن تغير القوى من حركة الأجسام، تعمل القوى على تحريك الأجسام الساكنة، أو تسرع حركة الأجسام المتحركة، أو تبطئ، أو توقف، أو تغير اتجاهها. سنتعرف على هذا الكلام من خلال الصور الآتية. تغير الحركة، هذا الحارس، حارس كرة القدم، يرمي حارس المرمى الكرة فتبدأ في الحركة. عندما يرمي هذا الحارس ويمسك بالكرة ويرميها فهي تبدأ في الحركة. وهذا اللاعب يركل حارس المرمى الكرة فيغير من سرعتها وكذلك من اتجاه حركتها. يبقى هذا أيضا من تغيير الحركة، يغير تغيير السرعة وكذلك من اتجاه حركتها. يمسك هذا الحارس المرمى الكرة، يمسك هذا الحارس المرمى، حارس المرمى الكرة، فتتوقف عن الايه؟ الحركة، فتتوقف عن الحركة. هناك أنواع من القوى، هناك أنواع عديدة من القوى، ومن أقصرها قوى التلامس. قوى التلامس، ما معنى قوى التلامس يا أبطال؟ في هذا المضرب وكرة التنس، عندما تضرب الكرة المضرب يتغير اتجاه وموقع الكرة. يبقى هذا المضرب عندما تضرب هذه الكرة فإن موقع يتغير اتجاه وموقع الايه؟ الكرة. وهذا من أشهرها، اسمها قوى التلامس، تنشأ عند تلامس الأشياء، زي هذا زي ما احنا قلنا، دفع الباب أو ضرب الكرة بالمضرب أو كرة القدم. وهذا قوى أخرى تؤثر في الأجسام من عن بعد دون تلامس. يبقى هذه بالتلامس، أما هناك قوى أخرى بغير تلامس. هناك قوتان مثل القوى المغناطيسية وقوى الجاذبية. القوى المغناطيسية وقوى الجاذبية. نتحدث أولا عن القوى المغناطيسية. مثال إذا قربت مغناطيس من قطع حديد، مثال مشبك الورق، جبت عدة مشابك من الأوراق وضعتها على ورقة وأحضرت مغناطيس، وعندما أقرب هذا المغناطيس إلى مشابك الورق ستنجذب
المشابك إلى المغناطيس وتتحرك نحو المغناطيس وتلتصق به، ونسمى هذه القوى التي سببت في ذلك القوة المغناطيسية، القوة المغناطيسية. يبقى نتعرف على القوة المغناطيسية، أي المغناطيس لا يجذب الأشياء المصنوعة من الخشب أو الزجاج أو البلاستيك. يبقى هناك أنواع أو مواد تنجذب إلى المغناطيس مثل الحديد والنحاس، وهناك مواد أيضا لا تنجذب إلى المغناطيس مثل المواد المصنوعة من الخشب أو الزجاج أو البلاستيك. في هذه الصورة مغناطيس، وهنا مشابك من الأوراق، يجذب المغناطيس مشابك الأوراق دون أن يلامسها فهي تنجذب إليه. الثاني الجاذبية. الجاذبية طبعا عندما أقفز إلى أعلى فإن الجاذبية تسحبني إلى أسفل، تسحبني إلى أسفل. يبقى نتعرف سويا على تعريف الجاذبية، وهي قوة سحب أو جذب بين جسمين، قوة سحب أو جذب بين جسمين. وكذلك تعمل الجاذبية الأرض أيضا على سحب الأجسام الصلبة أو السائلة أو الغازية، الصلبة أو السائلة أو الغازية. فالجاذبية الأرضية مثلا تعمل على بقاء الهواء الجوي محيطا بالأرض لأننا نحتاج إليه في عملية التنفس، فالجاذبية لها دور أيضا في بقاء الهواء الجوي محيط بالأرض. ما مقدار قوة الجاذبية اللازمة لكي أبقى على الأرض؟ هل هناك قوة جاذبية لازمة حتى أبقى على الأرض؟ طبعا الإجابة عن هذا السؤال هو وزني، وزن الجسم. تعريف الوزن يا أبطال مقدار قوة جذب الأرض للجسم، تعريف الوزن مقدار قوة جذب الأرض للجسم. يبقى هذا هو تعريف إيش؟ الوزن. طبعا كلما زادت كتلة هذا الجسم زادت قوته الجاذبية. يعني مثلا لو كنت في مكان عالي قذفت حجر وقذفت ريشة، طبعا من اللي هتسقط الأول؟ أكيد الحجر، لأنه وزنه إيه؟ ثقيل وكتلته إيه؟ كبيرة. أما الريشة خفيفة وزنها خفيف، فتسقط على الأرض بسبب الجاذبية الكتلة التي وزنها ثقيل وهي الحجر أو والريشة، تسقط بعدها بقليل أو فترة. يبقى كلما زادت كتلة الجسم زادت قوة جاذبية الأرض له. مثال هذا، هذا تسحب الجاذبية أو تسحب الجاذبية الأرضية هذه المظلة إلى الأرض. عندما يستطيع هذا السقوط أو النزول على الأرض مرة أخرى فإنه يعتمد على الجاذبية الأرضية، لأنها تسحب تلك المظلة الأرضية إلى الأرض. الاحتكاك طبعا إذا دفعت قطعة من الخشب على سطح الأرض ثم تركتها فإن سرعتها سوف تبطئ تدريجيا إلى أن تتوقف بسبب إيه؟ بسبب هذا الاحتكاك. يبقى نتعرف على الاحتكاك زي ما احنا شايفين في هذه الصورة. الاحتكاك هو قوة تنشأ بين حركة الأجسام زي حركة الجسم الفتاة وحركة الماء اللي هي الذي تركبه من التزلج. قوة تنشأ عن حركة الأجسام وتحتك بأجسام أخرى وتعمل قوة الاحتكاك ضد اتجاه حركة الجسم، ضد اتجاه حركة الجسم، وتجعله يبطئ ويتوقف، تجعله يبطئ ويتوقف. هناك سطوح مختلفة تنتج عنها قوى الاحتكاك مثل السطوح الخشنة، السطوح الخشنة زي ورق الصنفرة، وتنتج قوى احتكاك أكبر مثل السطوح الملساء زي الجليد، زي الايه؟ الجليد. مثل هذه الصورة الانزلاق على الماء سهل لأن الاحتكاك ايه؟ قليل. يبقى الانزلاق هذا على الماء سهل، لماذا؟ لأن الاحتكاك قليل. وأيضا الاحتكاك بين وسادة المكابح وإطار الدراجة يوقف الدراجة. طبعا الزيت، يستخدم الزيت في السيارات أو في الآلات عموما للتقليل من الاحتكاك بين أجزاء الآلات المتحركة، بين أجزاء الآلات المتحركة. كما تستخدم المكابح الفرامل لإيقاف السيارة المتحركة، أو مثال هذه الصورة، صورة الدراجة، هذا إطار الدراجة المعدني.
وهذا وسادة المكبح، عندما يضغط على الفرامل فإن هذه تعمل على تباطؤ حركة الدراجة وإيقافها، تبدأ في الإيقاف. يبقى نستخدم الاحتكاك لإيقاف السيارة المتحركة عن طريق زيادة الاحتكاك بين الإطارات والطريق. أخيرا إن شاء الله تعرفنا على الاحتكاك والأسباب والنتائج من هذه مراجعة سريعة. القوة مؤثرة، يغير مؤثر يغير الحالة الحركية للجسم، وهي قوة سحب أو قوة دفع. عندنا قوة التلامس والقوة المغناطيسية وقوة الجاذبية، هي أنواع مختلفة من القوة. وأخيرا تعرفنا على الاحتكاك، وهي قوة تنشأ عن حركة الأجسام حيث تحتك بأجسام أخرى. هناك سؤال أطرحه عليكم يا أبطال، نجيب عنه. قذفت كرة إلى أعلى، القوة التي تعيدها نحو الأرض تسمى؟ طبعا قوة الإيه؟ قوة الجاذبية، قوة الإيه؟ الجاذبية. وإلى هنا يا أبطال قد نكون انتهينا من حصة العلوم وتعرفنا فيها على القوة. شكرا لكم، إلى اللقاء.